بسم الله الرحمن الرحيم. نجي في المحاضرة السادسة، محاضرة قصيرة إن شاء الله، ونتكلم فيها عن المحور الإداري. نحن تكلمنا عن تطوير العمليات الأكاديمية، نتكلم عن تطوير العمليات الإدارية. نحن عندنا كلية إدارة أعمال، أنا أتمنى أن كلية إدارة الأعمال دي يكون عندها يعني أثر كبير جدا جدا في إدارة الجامعة يعني. وعلى أي حال، في العمليات الإدارية نحن عندنا حوالي 6 إدارات، وربما بعض الإدارات الأخرى غير مذكورة. عندنا الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة للشؤون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية والاستثمار، ومركز اللي هي دي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية والاستثمار، دي إدارة الاستثمار. طيب، وعندنا مركز تقنية المعلومات، وعندنا الإدارة العامة للشؤون المالية. طيب، احنا عندنا إدارات مثلا زي إدارة الجودة والاعتماد، دي مهمة جدا ومن أهم الإدارات. وعندنا إدارات التدريب، وهي من أهم إدارات، أهم إدارتين في الجامعة كلهم هم التدريب والجودة والاعتماد، اللي قلنا هنضيف لها إدارة استراتيجية بإذن الله. طيب، ديل اللي بيعملوا لنا يعني هيومن ريسورسز رصينة وكفؤة وأداء متميز في الجامعة. من غير الإدارتين ديل، التدريب والجودة والاعتماد، يعني يكون في إشكالية في الكفاءة العامة للمؤسسة والكفاءة التعليمية كلها. طيب، نواصل في تطوير العمليات الإدارية. في الإدارة العامة للموارد البشرية، المهام بتاعتها هي ناس الهيومن ريسورسز، إعداد وإعلان الوظائف وإكمال التعاقد، قال لك إيه، إيفاء لمطلوبات الاعتماد، وعندهم برضو إعداد ميزانية الفصل الأول. طيب، لما نجي نحن نشوف الحكاية دي في المهام، إعلان إعداد وإعلان الوظائف وإكمال التعاقد إيفاء للاعتماد، أول حاجة في الملاحظة الأولى، يوجد نقص كبير جدا في الأساتذة في الكليات التطبيقية، وأعداد كبيرة جدا من المتعاونين في هذه الكليات التطبيقية، وده ما فيه إيفاء لمعايير الاعتماد، معناته في إشكالية في فهم إيفاء للاعتماد. نمرة 2، الملاحظة الثانية، توجد أعداد كبيرة من الموظفين والعمال في الفروع مقابل عدد الدارسين، وكذلك في الشؤون الهندسية. طيب، أعداد كبيرة. طيب، الفجوة اللي عندنا هنا عدم الالتزام بمطلوبات الاعتماد بسبب عدم المعرفة بالاعتماد، ولذلك لا بد من تدريب الموارد البشرية شنو المطلوب منهم عشان يحققوا الاعتماد ويشتغلوا مع الكليات عشان تحقق الاعتماد بتاعه، على الأقل في عدد الأساتذة ونوعية وهكذا. وفي نفس الوقت يعملوا على ترشيد موارد الجامعة، الأموال الطائلة اللي بتمشي للمتعاونين لابد تقل، اذا عندنا نحن اسطاف، عندنا اساتذه تابعين للجامعه وعدد قليل، او ما فيش عدد من المتعاونين، نرشد كذلك موارد الجامعه. طيب، بعدين من مهام الاداره العامه للموارد البشريه اعداد ميزانيه الفصل الاول. طيب، ما نحن عندنا، انت بتعد الميزانيه، لكن لما تيجي تشوف عدد المتعاونين بيعملوا لك خلل كبير جدا جدا، انت حتسد المبالغ دي من وين؟ من ما يأتيك من وزارة المالية ولا من موارد الجامعة الخاصة؟ بالتالي لا بد من ترشيد. أنا أعتقد في البداية محتاجة الإدارة العامة للموارد البشرية إنه تدرب في مجال الاعتماد، الحاجة لها شنو دور شنو في الاعتماد. طيب، الإدارة العامة الثانية اللي هي الشؤون الإدارية، اللي هم المهام بتاعتهم إدارة الخدمات، أعمال النظافة والمياه والكهرباء والحدائق والورش والكافتريات إلى آخره. طيب، الملاحظة اللي عندهم هنا، أن إحنا تكدس العربات المتعطلة في الورشة، فلا قدروا يتخلصوا منها ولا قدروا يعملوا لها مينتننس ويصلحوها، وإدارة مديرين إدارات كثيرة جدا جدا يركبوا في المواصلات العامة ويعانوا ما يعانوا. طيب، الملاحظة الثانية هي تدني مستوى الكافتريات، لا تليق بمستوى الجامعة. والثالثة، قصور المياه الصالحة للشرب، وبالتالي الإدارة العامة لازم تسعى مع الجهات الباقية أن توفر مياه صالحة للشرب.
الإدارة الرابعة هي عدم وجود استراحة للجامعة. الاستراحة أنواع، أول حاجة لابد استراحة للجامعة أو فندق صغير للجامعة ينزل فيه الممتحنين الخارجين external examiners، وينزل فيه الأساتذة الزائرين، وإذا أقيمت مؤتمر وفي زوار من الخارج، أو حتى الأساتذة اللي بيجوا من الفروع من الأقاليم عايزين يقضوا بعض الأعمال في الجامعة يوم أو يومين، ما في داعي يمشوا يفتشوا لهم نزل ينزلوا فيه، أو أهاليهم ينزلوا معهم ممكن ينزلوا في استراحة الجامعة. النوع الاستراحات الثاني هي استراحة الأستاذات، أعتقد برضو فيها إشكالية كبيرة جدا، وكذلك استراحة الطالبات. إذا الناس بيتكلموا عن الاعتماد، الناس دايرين مفاهيم، لازم يعرفوا مفاهيم الاعتماد بطريقة جيدة جدا جدا، ويوفروا الحاجة، يعني ما نفرغ الكلمة من محتواها ومعانيها وكده. بعدين أيضا مكاتب الأساتذة، وفي الاعتماد المكاتب دي عندها مواصفاتها وعندها سعتها بالمتر المربع ومكتب العميد بالمتر المربع و و و و لا بد الناس إنه يعني إذا تكلموا عن الاعتماد يتكلموا عن الاعتماد بطريقة صحيحة، ما يفرغوا الكلمة من مضمونة. الفجوة أنا أعتقد هنا ضعف التدريب الإداري على الجودة، يعني لابد يكون عندهم برنامج بتاع ISO ولا برنامج بتاع جودة، حاجة كده عن توتال كواليتي مانجمنت، عن كده وتحديد الأولويات وإنجاز الاستكمال البيئة الأكاديمية. يعني نحن كل فصل دراسة كل 6 شهور لو بنحدد أولويات ننجزها لكان هسي كثير من الصعوبات انتهت. طيب عندنا الإدارة الثالثة، الإدارة العامة للشؤون الهندسية، دي المهام بتاعتهم تقديرات مشروعات التنمية، التقديرات المالية. بعدين الإشراف الهندسي على المقاولات. طيب الملاحظة هنا إنه توجد أعداد كبيرة جدا من المهندسين، يمكن أكثر من حوجة الجامعة، أنا أعتقد كذا، يمكن في أكثر من 50 مهندس مشوا منهم عدد كلية الهندسة، ما عارفهم شغالين شنو، على الأقل ما بيدرسوا، يمكن مراقبين فقط في الامتحانات، وجزء كبير جدا يمكن أكثر من 20 موجودين في الإدارة الهندسية. وبصراحة الأداء فيها ما أراه إنه ضعيف. الفجوة لابد من ترشيد التعيين في هذه الإدارة، واختيار الناس اللي عندهم الكفاءة العالية وعندهم تالنتد، يكونوا ناس يعني يقدروا يسيروا العمل بتاع الجامعة بكفاءة عالية. طيب الإدارة الرابعة هي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية والاستثمار، اللي هو الناس الاستثمار، إحنا تكلمنا عنهم في محاضرة كاملة، ما في داعي إن إحنا نضيع في الكلام ده مرة تانية. وعندنا مركز صيانة المعلومات، وده مركز مهم جدا جدا، المهام بتاعته هي تحقيق التحول الرقمي في مجال إدارة التنمية البشرية، في مجال الإدارة وفي مجال التنمية البشرية وفي الحسابات والتعليم الإلكتروني وإدارة موقع الجامعة وشبكات الكليات والإشراف على الأجهزة الإلكترونية وصيانتها، مهام كثيرة جدا جدا. في 3 ملاحظات، الملاحظة الأولى بطء التدريب على التعليم الإلكتروني، ما زلنا نقول التعليم، ما كافة الأساتذة أو الغالبية العظمى، وسألنا إلى الآن كم عدد الأساتذة الذين تدربوا على التعليم الإلكتروني، وكم عدد الأساتذة الذين يرفعون محاضراتهم لطلابهم، وما زلنا نعيش في الكورونا، وما زالت أساتذة الجامعة وبعض إداراتها تعاني من مسألة الكورونا. أخواننا المسألة دي مسألة لايف سيفنج، مسألة حفظ الأنفس، لابد أن تولى اهتمام كبير جدا جدا. الملاحظة الثانية هي ضعف وسائل السلامة والحماية الإلكترونية، سايبر سيكوريتي، ما زالت ضعيفة جدا جدا. أي طالب كده ممكن يعمل زي كهاكر يفتش الامتحانات، ولا هنا يضرب مواقع الجامعة، الموقع الجامعة الموجود كله. طيب وضعف الميزانيات، أي إدارة كبيرة لازم يكون عندها ميزانية وتحاسب عليها، يعني إدارة وتكون شغالة كأنها مسوي لدي حاجة يعني والله مؤلمة، لابد يكون عندهم كفاءة في إدارة المال بتاعهم هم، ويرفعوا ميزانيتهم ببنود محددة، هم عايزين أثناء السنة بنود وشنو عايزين يصرفوا، شنو عايزين يعملوا الحاجة الفلانية، بدل ما أي حاجة يكتبوا لها يعني بالأسابيع يتابعوها عشان تتعمل. ويكون بالتالي يعني إحنا بنرى إنه هنا في فجوة، تحويل إدارة تغانة المعلومات دي أو مركز تغانة المعلومات لابد يتحول لمسؤولية مدير الجامعة، هو مسؤول حقيقة باختصار من إنشاء جامعة افتراضية، جامعة أم درمان الإسلامية الافتراضية Virtual University، كاملة بكافة مقرراتها بكافة مناشطها بكافة مكتباتها بكل حاجة، وده عمل كبير وعمل ضخم جدا وغير مكلف. المحاضرات الإلكترونية
التكلفة بتاعتها يمكن أقل من 5% من المحاضرات اللي بيجوها الأساتذة، يركبوا مواصلات ودايرين حق الفطور ودايرين حق الرجوع، وبعدين يجيبوا الفراشات وينظفوا الغاعات، وبعدين استهلاك كهرباء في الغاعات واستهلاك الأقلام أو الطباشير أو أو أو، يعني أشياء كثيرة جدا جدا. الطلاب يأتوا فقط للعملي، فقط للعملي. كنا ممكن نختصر إحنا الترشيد للموارد بدرجة كبيرة جدا جدا. المركز ده لا بد من إعادة النظر فيه. رؤيتي أنا الشخصية إنه يكون تابع لمدير الجامعة ويشتغل فيه مع مجموعة، مجلس لمركز صيانة المعلومات، مجلس استشاري لمركز صيانة المعلومات على استنهض، ويكون عندنا في هذه الفترة الحرجة مع حرجة ومع صعوبتها نقدر نأسس جامعة كاملة افتراضية، جامعة الدرمان الإسلامية الافتراضية بالإضاءة فيرتشوال يونيفرسيتي وفي الدرمان الإسلامي يونيفرسيتي، وفي نفس الوقت نقدر نواصل في تطوير الجامعة الموجودة اليوم بقاعاتها ومكتباتها وهكذا. طيب عندنا الإدارة الساتة هي الإدارة العامة للشؤون المالية. المهام بتاعت ضبط الإيرادات والمصرفات المالية للجامعة. الملاحظات بصراحة رغم الربكة اللي تحصل من حين لآخر، لكن الأداء العام مقبول مع ضخامة العمل المحاسبي. من أي إدارة فيها محاسبين وكذا، وبعدين كله will be piled up عشان ما يجي للسنتر بالمركز، فيها عمل ضخم جدا جدا محاسبي. ولكن في ما زالت في إشكاليات كثيرة جدا جدا ما بين البنك وما بين الكليات وما بين كذا، ولكن الأداء العام مقبول مع ضخامة العمل. برضو هناك في تهاون في تحصيل رسوم الطلاب والدراسية وهكذا وهكذا. طيب تكرار والكلام ده قلناه في محاضرة سابقة في فيديو سابق. طيب بالجداول بالأرقام. طيب تكرار برضو ملاحظة ثانية، ملاحظات المراجع العام في تقريره بسبب مشكلات القرار الإداري. يعني أنا شفت بعض التقارير بتاعت المراجع العام يكتب الملاحظة، لما يجي تاني في فترة تانية يراجع يقول لك ما زالت ملاحظتنا نفس الملاحظة. لا بد الناس تستفيد من تقارير المراجع العام وتجلس وتدرس دراسة وافية عشان ما تتكرر الفجوة. أن هنا نحن بنحتاج في الإدارة العامة، كل الإدارات دي بنحتاج التدريب على برامج الجودة، ISO، أي نوع من الISO، أي نوع من برامج الجودة الشاملة، Total Quality Management، ضبط الجودة، أي حاجة لابد. ولذلك أنا في بداية الكلام تكلمت عن كلية إدارة علوم الإدارة، لازم يكون عندها يعني أثر قوي في إدارة الجامعة، ويكون في تدريب. تكلمنا في المرة الفاتت عن التدريب لمدير الجامعة والوكيل وكل الإداريين في إداراتهم المختلفة وللعمداء ونوابهم، يكون on job training، continuous on job training طوال العام. إذا كنا محتاجين ل يعني إدارة فاعلة وكذا. طيب في ملاحظات عامة برضو نذكرها في الآخر، إنه لابد قلنا من الاحتكام لمعايير الاعتماد. الاعتماد نوع من أنواع الجودة عشان ما نمشي بعيد، الاعتماد نوع من أنواع الجودة معترف به عالميا وعنده ضوابط، وفي لابد من برضو الاحتكام لمعايير ضوابط الجودة الشاملة في الأداء الإداري والأكاديمي والمالي. طيب نمرة اثنين، الاستفادة من أساتذة كلية الهندسة في التخطيط الهندسي والتنفيذ والإشراف بدلا عن المقاولين، مما يعود على الجامعة بتقليل الإنفاق ويعود على الأساتذة بتحسين الدخل المالي. أنا أعتقد الأساتذة ممكن هم ذاتهم يشتغلوا كمقاولين، واي نوت، الجامعة تعمل مقاولات بنفسها. الأسعار يعني بين القطاع العمل في القطاع الحكومي للمقاولين أسعار 10 تايمز اللي الإنسان إذا بيبني في بيته، سعر المتر المربع بكذا، سعر المتر المربع عشان تبني بناية حكومية 10 أضعاف. ليه أساس الهندسة ما يقوموا بالكلام دي؟ وعندهم هسي مكتب استشاري حقهم يقوموا بالكلام دي، يلقوا فوق أجور تساعدهم هم ذاتهم ويخففوا الضغط المالي الشديد اللي كان بيمشي على المقاولين. طيب دعم مجلس استثمار، المرة اللي فاتت تكلمنا عنه بالخبرة،
لا بد من خبراء ولا بد من دراسات جودة كثيرة. يعني احنا لاحظنا بعض الناس بيجوا يزوروا حتى في مكتب المدير، وان احنا تكلمنا عدة مرات لا بد من وجود 17 18 دراسات جدوى جاهزه. اي جهه جات زارت الجامعه يتفضلوا، انتم مجالكم شنو؟ عندنا دراسات جدوى جاهزه، عايزين تشتغلوا لنا فوق شنو. طيب الملاحظه الخامسه هي التركيز على تطوير اداء مركز التقانه المعلومات بتوفير الحاجات التي يطلبها على وجه السرعه. يعني الناس بيتكلموا عن تصنيف الجامعات، الحكايه بتاعت الويب متريكس دي، هي الويب متريكس هي بكلمة واحدة هي ما هي الفائدة من مواقع الجامعة؟ هل في فائدة؟ يعني إحنا إذا كان عندنا الموقع بتاع الجامعة المحتوى الأكاديمي ما موجود فيه، وحتى الكليات اللي بتدرس تدريس إلكتروني مثلا زي كلية الطب تلقى موجود في المودل، والمودل ما عنده نافذة إلكترونية في موقع الكلية، فالبصنف على صفحة الكلية ما بيجد، ولذلك طلبنا منهم يعملوا نافذة إلكترونية أكاديمية لازم كل المحاضرات تكون موجودة والطالب يدخل لها من داخل الموقع. دي ناحية من الفائدة. نمرة اثنين، كافة الأبحاث اللي بيعملوها الأساتذة. أول حاجة لابد من الشراكات على مع مراكز الأبحاث الأخرى مع الجامعات الأخرى، ده زي الدوري زي المباريات بين الفرق، الناس بتدربوا أكثر على البحث عشان يكون أكثر رصانة. لابد من الاشتراك مع الجامعات الأخرى ومراكز الأبحاث الداخلية ومراكز الأبحاث الخارجية على أساس إنه إيه تكون في أوراق مشتركة وكذا. كل ما زادت الحكاية دي زادت الفائدة من إدارة موقع الجامعة، بيتم التصنيف بتاع الجامعة. للأسف الشديد أحيانا ما تلقى الجامعة مذكورة أثناء التصنيف ذاته، يعني ما دارين نتكلم كثير في الحتة دي، لكن لابد من دعم هذا المركز وبقوة وتحت إدارة مدير الجامعة whoever he is، تكون مسؤوليته المباشرة اللي يدلي لنا بها هو نفسه بتقرير في مجلس أساتذة الجامعة وفي مجلس إدارة الجامعة بطريقة regular كل 3 شهور أو كل 6 شهور لازم يرفع تقرير ماذا حدث. ده إنشاء جامعة جديدة ما فوق يعني التهاون. إلى هنا نصل، وأرجو أن يكون كل ما قلناه brainstorming عصف ذهني للناس يساعدهم في تحليل الفجوات الموجودة في كلياتهم أو في إداراتهم، ومن ثم يشوفوا المناطق اللي فيها فجوات تتملي كيف، والحاجة اللي عايزين يعملوها دي هي عبارة عن الأهداف، والأهداف دي يعملوا لها قياسات تنفذ متى، وعشان تنفذ هذه الأهداف تربط بالميزانية عشان ما تكون أحلام كده ساكت، تنفذ هذه الأهداف في التاريخ الفلاني حسب ميزانية الإدارة الفلانية وحسب ميزانية الكلية، وبالتالي دي اللي تكلمنا عنها سابقا في بطاقة الأداء المتوازن، ويمكن برضو نقدم محاضرة صغيرة عن الحتة دي في كتابة الأهداف يمكن تساعد الناس. شكرا جزيلا.